شكرا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحفل المناسب هذه مناسبة الاحتفال بقدوم دكتور سوابي على رأس الدرجة في الصحة. نرحب به ونتمنى له النجاح ونتمنى له التوفيق. دكتور سوابي اللي سمعته وصلتنا بل ما نشوفوه اون بيرسون كشخص. نتمنى له التوفيق. وانا ديما نقول حاجه ديما نفكر في اننا سنفتر اللحظه الاولى نشوف بعضنا سياتي يوم ونفتر. ستفرقنا الموت واحد، ستفرقنا الطرح، ستفرقنا النخبه، سيفرقنا التقاعد. ما دام سنفترق علاش ما نفكروش في لحظات ما بعد النخبه؟ ما بعد النقلة وقت نشوفوا بعضنا ناخذ بعضنا بالأحضان، ناخذ بعضنا نشوفوا بعضنا ما ندوروش وجوهنا. ديما فكروا بالعقلية هذه. الاستقامة واحترام القانون. فتوش واحد مرة نهار عاقبوه لأنه طبق القانون. يتغشوا عليه ساعات. أما في أغلب الحالات يزيد إكبار عند الناس هذه. أنا مرة أخرى رحب بالدكتور فيما بيننا، مرة أخرى فرحانين به لخبرته ولتكوينه ولأخلاقياته، أخلاق الفاضلة والعالية اللي حتما ستنعكس على العلاقات بين مرؤوسي. باش يحاول يقرب، باش يحاول يخلي الناس تحب بعضها، تخلي الناس تحترم القانون. وان شاء الله نلتقيه بمؤشرات الصحه في ولايه بن عروس. ان شاء الله قدومك باش يذل لنا برشا صعوبات، خصوصا وانت العارف ب قواعد العمل داخل الاداره المركزيه. تعرف امكانيات الاداره المركزيه وتعرف احتياجات الجهه وحتما تعرف توازن وتعرف انه يتحقق. فنطلبوه له فيه وانه اللي الطلب بتاعه زايد، فمن من ركزوا على ما يمكن تحقيقه من اهداف. مره اخرى نتمنى لك التوفيق دكتورنا، ومرحبا بك في ولايه بن عروس اللي هي ولايتك. يصير باش تكون حافز اكثر هو نخدمه في تونس في اي مكان، مش مشكل. اما كي يبدا الواحد بين اهله وذويه يصير باش يعطي الاضافه اكثر. وشكرا. الورد بتاعي هو الناس الحضور في التعليم اللي جاوا اليوم على خاطري، هذوكم هما اللي نعتقد انهم نظرونا اليوم. ما نعرفش كان سيد محمد دول في كلمه سيد رئيس بلديه بنجرين حتى كلمه زين استاذ حتى كلمه زين السي سوير. سيد المهدي، مرحبا سيد معك الدكتور مدير مستشفى الحروب. انا والله فرحان برشا في ساعة عمل في مجري حبر ما عطاوني القانوني على هذه الفكرة في ساعة ما كانت حال رحاب بها. سي فتحي هو غني عن التعريف، قيدوه في الصحة معنا، كنا كنا مع بعضنا وما يستحقش حتى تقديم على خاطر الاعمال نتاعه واحد واحد يتكلم والتاريخ نتاعه واحد واحد يتكلم. ك كإدارة جهوية للصحة وك بلدية مكرين اللي إدارة جهوية موجودة في بلدية مكرين ما يرى منك الكثير وما يرى منك الأعمال وهدايا
نقعد بيه وان شاء الله نقول عن الفصل ده وان شاء الله هو يبقى معانا وما يعملنا كده كده ده يسجل كلكم مرحبا بيكم.